صامت يا أستاذ لو دمي سام صامت صامت يا أستاذ لو دمي سام دمي من أجل حقوق جعلته شلال دمي من أجل حقوق جعلته شلال على أين؟ على أين؟ تحية تحية نضالية أساتذة وأستاذات. طبعاً إحنا الشكل ديالنا النضالي دائماً منذ تأسيس هذا الإطار لا لم يكن سلمي. طبعاً الناس ديال الأمن قالوا بأن ممنوع ندوزو موراهم باش نمشيو للمديرية. طبعاً الغرض ديالنا إحنا هو الاعتصام في المديرية وسنعتصم في المديرية. إلا عندنا هما طلبوا لنا نقلبوا الطريق يعني في ذاك الطريق يعني واحد الزنقة هنا. بالنسبة إلي الغرض ديالنا هو الاعتصام في المديرية. التنسيقية الإقليمية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد كرد على التعسفات ديال المدير الإقليمي الذي أمطر الأساتذة بوابل من الاستفسارات والتنبيهات والتوقيفات في حق مجموعة من الأساتذة. ردا على هذه التعسفات فالتنسيقية الإقليمية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد قامت بوقفة ثم مسيرة ثم اعتصام جزئي أمام المديرية الإقليمية. وإحنا الآن مستمرين في هذا الاعتصام إلى غاية إلغاء توقيفات في حق الأساتذة. اليوم هذا الشكل اللي كنشوفوه في هذه الساحة يأتي في واحد السياق للمديرية الإقليمية ببن ملال نزلات على الأساتذة بمجموعة من التهديدات وبالتوقيفات على العمل الى غير ذلك. بمعنى ان هذا الشكل هو مفروض علينا، ما كانش مسطر لها الاضراب اللي كان في الاسبوع الماضي او كذلك اللي مسطر في هذا الاسبوع اللي متوقع ممكن يكون ممدد حسب يعني كل يعني المستجدات. وبالتالي الا كانت هذه الوزاره تدخل واحد الوقيته كتكلم على مصلحه المتعلمين وهاد المساله ديال النقاط اللي قالت بانها هي ضد مصلحه المتعلمين، فعوض ما تقلب على الحل ديال هذا الامر مشات الحل الثاني اللي هو تحيد الاساتذه كاع من الاقسام. وإلا كتشوفوا هذه الوقفه تقريبا اللي ممكن تما يعني غديروا تقدير ديال العدد، اذا هاد الاساتذه اليوم ما خدموش واكيد ما غيخدموش يعني في هذه الايام وما غيخدموش الى غير ذلك. وبالتالي التلاميذ اللي تيقريو هاد يعني هاد الاساتذه يعني ما مصيرهم؟ من يتحمل المسؤوليه؟ اكيد المسؤوليه الاولى كتحملها الوزاره، لان الوزاره عوض ما تقلب على الحل اللي هو يرضي لجميع الاساتذه والاستاذات مشات المقاربه اللي هي مقاربه قمعيه، وهذه المقاربه القمعيه اراها للاسف راه يعني كتوسخ الصوره ديال البلاد. وإلا كان اللي كيقلب على يوسخ الصوره ديال البلاد راه هما هاد المسؤولين ماشي الاساتذه، لان الاساتذه كان المطلب ديالهم واضح جدا ويطالبون بالادماج ديالهم في النظام الاساسي ديال موظفي وزاره التربيه الوطنيه يعني في ظل او بمناصب ماليه ممركزه. الوزاره عندها راي اخر والدوله الحكومه كذلك بالخصوص اللي يعني في بدايه الولايه سوقات مجموعه من الاوهام بان سيتم ادماج الاساتذه، ولكن اليوم ما كنشوفوش الادماج، كنشوفو فقط غير الضرب والرفس والتهديدات والتوقيفات على العمل وبدون حوار. الحوار شكون اللي غيقلب عليه؟ هي الوزاره، هي الحكومه، هي اللي غدار الحوار، وانا ذاك الاساتذه سيستجيبون طبعا من اجل التفاوض على الملف المطلبي في شموليته. السلام عليكم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.